إثيوبيا. كان الفريق الأول لمولودية الجزائر من تحقيق فوز ساحق مساء أمس لما واجه فريق ديار بكر الذي ينشط في الدرجة التركية الثالثة. المواجهة انتهت بفوز العميد بستة أهداف مقابل هدفين، رغم أن أشبال المدرب شارف لم يكونوا سباقين إلى فتح باب التسجيل. المباراة عرفت مستوى مقبولا من رفقاء شوشي، واعتمد فيها المدرب شارف على 15 لاعبا فقط، بما أن التشكيلة كانت معنية بمباراة ودية أخرى في السهرة مع المنتخب الليبي لأقل من 23 عاما.